محمد نبينا من نور هدينا، محمد نبينا من نور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب هجرة المسلم. قفك المسلم كا إنو كهاجر قفك كالاتو مسلم كوالالكية. حدثنا إسماعيل بن نوور الرمي قال وحير حدثني مالك عن ابن شهاب بكوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا هيسو عروننا ولا تحاسدوا هيس حسدنا ولا تدابروا هيسدوا أكل جيتسننا وكونوا هذا عباد الله يا عباد الله إلهي أدومه سو إخوانا ولا لنقض ولا لو مسلمين نقضا ولا يحل لمسلم قف مسلم حلال أمأها أن يهجر إنو كهاجر أخاه ولالكيس مسلم كأه فوق ثلاث ليال سدح بري وحكا بضا حدين لوقفه مسلم أي وحده مران إن سدح بري كبضا أي كلام مغنادان ويسا إصلاح دلين وحرام سدح مع المضمر كلا قارو وإلا وإلا وإن إصلاح دلين ديك لدن بي كجرا لوضا وضو بدن بي كدعيا حدثنا عبد الله بن صالح بن نوور رمي قال وحير حدثني الليث قال وحير حدثني يونس يونس نك ليرا دعيا إيه والرمي بوري عن ابن شهاب وكوري عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب رضي الله عنه صاحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره وحوشيغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري لا يحل لأحد قفنا حلال أمأها أن يهجر إنه كهاجر أخاه ولا الكيس مسلم كأفوق ثلاث ليال سدح بري وحكا بضا قفك قفك مسلم كولا الكيس سدح بري كبضا إنه كم غناده كهاجر حلال أمأها أما بنانه يلتقياني أيقو كل ما يسدح دا بري كدبي كل ما يعني فيسد هذا ويسد هذا كم وجيسنيا كم وجيسنيا ويسوها نقصين وخيرهما لبضو ذاك أخير بضن الذي كيوي يبدأ بسلام سلامة بالله لبضو ذاك سلامة بالله صور نقضو كأم بخير بضن لبضو قف لكن هذي لبضو ذاك سيدا كجيران دي دم بي كجيران ساحد يقول انتان واخترون حدثنا موسى بن نوور رمي قال وحيد حدثنا وهي قال وحيد حدثنا سهيل عن أبيه بكوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد النبي لا تباغضوا هيسو عروننا ولا تنافسوا ولا تنافسوا هترتمنا تنافسوا معناه وبمعنى يعني تجاشك وكلو وفلسك أما مركز واحد دون إنسان وحي وقفك ربيها كلها ترتمينه سيال وقفه ما يسقفك وكونوا هذا عباد الله إخوانا إلهي أدومه سيو ولا على النقضة ولا على النقضة مرحبا حدثنا يحيى بن سليمان بن نوور قال وحيد حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر عن يزيد بن أبي حبيب بكوري عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك بكوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواد إثنان لبا اسم جعل آذان في سبيل الله إلهي درتي اسم جعل آذان عز وجل أو في الإسلام
أما إسلامي ماذا درته ده سكوج على هذا ولا لماذا إيه إسلامي ماذا درته ده سكوج على هذا أما في سبيل الله في مرضات الله إلهي رزقه سيدون يامن إلهي درتي بيسكوج على هذا وفيفرق بينهما مركا أوكل جيو أول ذنب ذنب أبوه الرئيو يحدثه أحدهما متكود ليه لبقفوا إلهي درتي سجع لاته إن هدنا أي كوكا لتغان ذنبك أبوه الرئيو ومتكود كدعي نعم ده جعل ما هكاس وعفل عن هده إلهي درتي سجع لاغان إنه يعني خلتك أبوه الرئيو إيا كاللباد إيا كسدحاد إيا إنه سنت القاتان بلدون يعني إلهي درتي بسجع لاغان هذه إلهي درتي أهل وحي سجع لاغان ذنبك أبوه الرئيو متكود كدعي خلتك أبوه الرئيو كدعي وينو نكالكيني وينو نكوكا لتغين وسبح مانيو حدثنا معمر يعني هو حديث كنت صالينا يا نتصينا يا إن يعني لبدا قف إلهي درتي يعني أورا لما ددك يعني صاحب بدا ددك دي حمانو ويكدع عيسى معصوم ما هددك دم ببا كدع عيو لكن إن لي صد القاتل حلمي بالدوني حلمي قفك هذا إلهي درتي أجعلاتي إلهي درتي بهذا أجعلاتي وحي خلطه هو كدع عن إلهي درتي كعفي مركز هذا يعني نقوني سوف غف الله درتي وحج على جعل كيسون ربي هاي حدثنا أبو معمر بانور قال فري حدثنا عبد الوارث عن يزيد بوكوري عن معاذته قال الوحيت سمعت هشام بن عامر بن مغلي رضي الله عنه هشام بن عامر نكلي هذا أيام مغلي رضي الله عنه ابن عمي أنس بن مالك أنس بن مالك أذير كيف هذا وكان وحو أها قتل أبوه أبيه بلد ليوم أحد صحابة أحد كشهيدين وكم ذا أبيه نكا أبيه أنه سمع رسول الله رسول الله بمغلى صلى الله عليه وسلم قال سؤال لا يحل للمسلم قف مسلم حلال وما أن يصارم إنه قوي مسلما قف كلا مسلما فوق ثلاث سدح بري كبض إنه قوي أو صلى الله عليه لا يحل لمسلم قف مسلم حلال وماها أن يسارب إنه قوي مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما لبدودي هدي إسقويان سدح بري وحكبضا فإنهما لبدودي ناكبان عن الحق حق أي كتغين حق بي كتغين وكأيشين وي ناكبان عن الحق أي ما إلان عن الحق حق بيك إيشان وكتغين ما دام على سرامه ما إزقوين تا أي إزقوين إنت كجران لما دو دي بحق بيك تغين دي بسد حبر كبدا كالهاجرين إزقوين وإن أولهما كان أبوه الرأي في أن نقشر إسو نقضه يكون كفارة عنه بو نقنية دم بيك كرد عيكي أسوه الرأي با أجر كهله وفضل بدنه كي أوسه الرئي وصوه نغضو كفارة ونغونا إساء دم بكيسب الله ونافع سبقه وكغهر مري بالفي نقشد وكغهر مري وإن ماتا على سرامهما قوينتا سادي كتنتان لم يدخلا الجنة الجنة مقليان جميعا لبضو أبدا ولقود أيها إسكو الله إسقويه هذا إساء كتنتان لبضو الجنة قلمايان وإن سلم عليه هدو سلام ومتكود وفأبا أوديد أن يقبل إنه كأقبل تسليمه سلامتي تسليمه إيه وسلامه رد عليه الملك ملك باكر الدنيا مدبا صلى الله عليه كي كلو سلامه كي أوديد إنه سلامتي كرر دي إنه سلامه سلامتي نكرر دي أوديد ملك باكر الدنيا كي وحصول نقضي ملك باكر الدنيا هجرتنا وكبح يا سو ذنبي وكبح والرد على الآخر متك كلنا الشيطان والشيطان بأردني لأن كان مركو ملك أردية كي كلا شيطان بأجوابه لأنه ودي ذي وبحو يرسمه وكاموسه شيطان بكاسو جوابه شيطان براعي حدثنا محمد بن سلام بن عروة قال حدثنا عبدته عن هشام بن عروة عن أبيه المكوري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف غضبك
رسولك عليه الصلاة والسلام عائشة وحكيري إني أنا أقول لا أعرف وأن قرنا يا غضبك ورضاك مركا دي عريس أنت هي مركا قال لي قت عائشة وأنك كل فهم يا أبو نبوك عليه الصلاة حاسك زوجك قالت وحيت العائشة قلت وحاني وكيف تعرف ذلك يا رسول الله سيدي وقرتا كان كو حنا قسنا هاي سيدي وقرتا أنا إني حوا حنا قرنا كقرسة يسكت ديسا ويكقرنا ديسا مركا سيدي وقرتا قال وحي النبي عليه الصلاة والسلام إنك أدو إذا كنت راضية مركا رالي تهي قلت وحد أرانيسا بلاء والرب محمد بانكو دارت مركي وحلا ويديا وحسالي دا بلاء والرب محمد بلاء آه. وإذا كنت ساخدة مركا عريسان تهينا قلت وحد أرانيسا لا والرب إبراهيم بانكو دارت ساسا أرانيسا ونبقر عليه دا قالت وحيتر قلت وحانيري أجل نعم بيتري لست مئه أهاجر متك هاجري سو إلا اسمك مقع عظم ويان وانا مر كان عريسنا اساسا الى هذا بيت لا والرب ابراهيم مر واحد رسولك الهيو ما قعدون بان كهاجر يا سكل كاغ ما هاجر معنى هذا الكلام قوس سكر سكل كلام ترى لكن مر كان دارن اي حوغا ما قعدان كتغيان مر كان هذا باب من هجر اخاه سنه قفتي ولالك كهاجر السنة ايون الله الله حدثنا عبد الله بن يزيد بن أورم قال وحي حدثنا حيوة قال وحي حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه أشيكي عن أبي خراش بكشيكي السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيوم غلا يقول حال للنبي من هجر أخاه ولكن قفك كهاجر سنة فهو بسفك دمه قفني قيس داذيب لمدي ولكن هذا سن مسلم كان سنة كهجرته على الله هل إنه حميد هذا دليل الله مت هذا دي جسد هذه ودليل الله مت حدثنا ابن أبي مريم بن نور قال فر أخبرنا يحيى بن أيوب قال فر حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران ابن أنس أن عمران ابن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي كم بذا صلى الله عليه وسلم حدثه وحشي عن النبي نبو كشكي صلى الله عليه وسلم قال وحيري هجرة المؤمن ابن نور هجرة المؤمن قفق مؤمن كهجرة ليسو سنة اللي هاجره كدمه دي جيسة إلا متى يعني هذا دليل إلا متى هذا قفق مسلم كسنة كهجرة يعني كدمه دي جيسة إلا متى هذا دليل وفي المجلس وحافدية محمد ابن المنكدر محمد ابن المنكدر بافدية وعبد الله ابن أبي عتاب فقال وحي الذين قد سمعنا هذا عنه أنقنا وأن كم غلنا حديث كان إنك وكم غلنا سواء نبي كورني عليه الصلاة والسلام باب المهتجرين لبدي كلا هاجرتي وي لوقفوا كلا هاجرس ومنهم منك كلا وحنا قصين حدثنا إسماعيل بن نور قال حدثني مالك عن ابن شهاب وكوري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه قف مسلم حلال وما أن يهجر أخاه ولا يلبس مسلم بعلو كهجر فوق ثلاثة أيام صدح مع الموضح قبلا يلتقيان أيه وكل ميه أو فيعرض هذا ويعرض هذا كو جيزنيا كنوى جيزنيا وخيرهما الذي يبدأ بسلام والله الله منك أخير بلوكي سلامة بالله يوم إن صور مقضي إزرامة بالله كاسا خير بلا هديه دي قفه مرتا كسو مقضي وسلامة يعني أتكسو الله بطو أما رالي وآتلا لدو كبو دي له أدو هجرة دي ما تكبح علي وحدي بمالي دن بيقى تكبح علي أسل أمي كهرت عبدنا عجيبين أسرع ذنبك الله تقارن أجل جواب قالت لأن قفوا دوئي هذا أسرع بهدوئي جيسنا يا رمحان والله أبويا فحب لغي يا رب قارتو أسرع محبوب وقبين حتى قفكي أسرع لغي يا رب أمويس يقارنين مركفوا أركي أسرع يرى آمسان قفكي أمو قرن لأيها يا مقلب نيسان اسكما قان حال الله هذا هو إنكر رياو بقولين يسوع نبغى إنكره يسوع كوعة لما هذا محلين بلان الله هذا مركو كو إنكره هلا جاي نقار ما عليه طفقي ونجي يسوع وح كارك يكارك يا مركز ولا يا والله حار الله هذا يعني شاء الله مرة حدثنا مسدد بن نور قال من حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر بن مغاش
رضي الله عنه يقول أسأله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول حال لا يحل لمسلم قف مسلم حلال وما يسارم مسلم قف قال مسلم إنه قوي فوق ثلاث ليال سدح بري واحدة بدا فإنه ما لبضوض ما سار ما فوق ثلاث ليال ما سار ما انت اسقوين ايان والقوين تاس دائم ايان فوق ثلاث ليال سدح بري كبرا انت اقوين تاسي وضان فإنهما لبضوا لناكباني على الحق حقي ويكئيشين حقي ويكبحين ما داما على سرامهما قوين تا انت كجران حقي ويكبحين وإن أولهما فيا يكون كفارة له كي صور الرابط صور مقضو كفارة المقر إذا هو اللوود بدافيا كفارة صور يعني سبقه يعني وظهر مري سبقه بالفي سبقه بالفي أما سبقه لأجل سبقه بالفي وكظهر مري يا كفارة المقر إذا سوى اللوود بدافيا وإنهما لبضوا ذي ما تاهدين دنتان وإن ما تاهدين دنتان هما لبضوا ذي ما تاهدين دنتان أدوات شرطية إن ما كل ما نبالي إنتوا شرطية فعلهم إلا حرزتان وإن أحد من المشركين استجارك فلم وإن أحد من المشركين استجارك وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فعل بعد قدر وإن هما ماتا وإن ماتا هدي دنتان هما لبدو ماتا هدي دنتان على سرانهما قلنتا سدي كل دنتان لم يدخل الجنة جميعا لولا جنة مقلين لولا أيوه جنة مقلين بابو شحنا عرض يحب دقيبي يوبابي الشحنا الشحنا هي البغضاء والحقد والعداوة يا لي الشحنا الله وقفوا السحن سوء عريسا حدثنا محمد بن سلام بأمور قال فري حدثنا عبده قال فري حدثنا محمد بن عمر قال فري حدثنا أبو سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه لا تراقضوا هاي سوء عروننا ولا تحاسدوا هاي حسدنا وكونوا أهل عباد الله إلهي الدوميس وإخوانا ولا لنقل حدثنا عمر بن حفصان قال فري حدثنا أبي قال فري حدثنا الأعمش قال فري حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدوا الأغاني من شر الناس ذاتك قوة وشر تبضان يوم القيامة عند الله إلهي أبتيس ذا الوجهين إلوية مثل بوجه لها الذي كاسو يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه الله وقل أقول حيا وذا الوجهين ولا بوجه له ويوم قال الله وجه بولتك إياه وإنه أيضا كم يدي وصاحبا ليه ويقولت لي أصرت كأرورنا ويأتي هؤلاء بوجه القوانا ويقولت لي إنه أيضا كم يدي أصرت كقاضي من قصة قرضة كالأبيني ولا بوجهه قيامان وإيمان يأسقوا لا بوجهه حدثنا عبد الله بن محمد بن نور قال فينا حدثنا عبد الرزاق قال فينا أخبرنا وحنور من معمر عن همام عن همام بكوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن أبنك إيه وحنوك لديك يا ملح وحليك ملح فإن الظن مله أكذب الحديث ورل شيء يومك أبان بظن حان أم لين يا سائي سائمتا وحان أم لين يا إنا يساستا مله وأكذب الحديث ورل شيء يومك أبان سموه ولا تناجشوا هسفل السنة باعها هسفل السنة قف واحد قال لنا يا دا عرفتوا أكود اللي يبزني أكود الجرجرين هكون فلوس نباع أنا أكون دري وحرام قف مسنا نباع له فلوس ولا تحاسدوا هيس حسدنا ولا تباغضوا هيس عروننا ولا تنافسوا هترتمنا لو وانا قال له ترتما يا خير كان سمين قال له ترتما لكن هذا قف فيه يعني أدويحك كو قرب صوت كو لطر تنطر ومعنى التناجس كي يترافس كو معنى وي محايا التنافسه الرغبة في الانفراد بشيء نفيس في نوعه شيء وناكسن وحا وناكسن وانا أذوق هشو أذوق هشو كقات انا تلاذو وطرتم وحا وناكسن أذوق هشو ما دونيسا الرغبة في الانفراد بشيء نفيس
وحو ناسن إن أدو قادة تاركا هو في الاسكون هذا قفك كل أثر تنتوال في الاسكون وأكون في الاسكون أبو قلنا يا وأتك قارسا وتقول وتكون في الاسكون قبر بودوني وتكون أثر تنتي أك قارسا ما تطلع لك الله عبدا ده يا ما تروح حسن ده وحرام ولا يخدو بحدكم على خدمة أخيه حديث قال أحد كين أحد ككل يسكد الدوني كونا من هذا دكتا إنه الرباب أم ورصلي هذا دكتا إلى أكبحه أم اللي يديده أدوها قلن وحرام من هذا وكش حرام. حدثنا إسماعيل بن نور قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة جنة البابه إذا لفر يوم الاثنين ويوم الخميس قال إن كسو اثنين يمان كسو خميس جنة البابه إذا لفر فيغفر ولود مدافع لكل عبد أدون كل لا يشرك بالله شيئا قف كسو مؤمن وأن إله أشريك يلن إله ود مدافع إلا الرجل نين ميان قف ميان كان ديهات بينه وبين أخيه أسغي يولال كيس مسلم كشحناء أي عرق نحي سمو فيقال وحلو أرنيا أنذروا هذين لبدا أكاذي حتى يصطلح إلى إسوه الشيئا كو أنذبوا لك أرمان لو بد مدافر مالك وحن لبات الله هين قد قفك لسكو قرسنتين وسكو قرسنتين وحن الله معنا لماها مالك سوء سنين يا خليس كسنة عمل كي ندب على إذين لك لين بد مدافر على أكاذي إلى إسوه الشيئا صلى الله عليه واحد كهلي سنة واحد أسكو إستان وحلقها وين وحباين نبو بكو كي سنة مالك حقا هنا إسكاعد فسوء سلام توتر هذا هي حدثنا بشر بن نور قال حدثنا عبد الله قال فأخبرنا يونس عن الزهري قال فأخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول ألا أحدثكم ورما إذن شهدا بما هو خير لكم وإذن كذا خير بضان من الصدقة والصيام صون إيا الصدقة وحكفل بما إذن شهدا صلاح ذات البين لبا اسكو دباتي سن أما دحلور دبك جلء الله شي سيوم صون ويكفل بضان تاي صدقه ويكفل لبلان تهي بحيالي يعني وحيالها منافع لددك اي كجرتين مسالح لعامك اما منافع لعامك اي وحا خاصك ادو اسميسان ايسو اما صون اسميسان اما صدقه الله بحث العيال اسميسان ويكفل لبلان تهي الا وان المقضى هي الحالقة عرض اللي سوع رئيسي هاي اللي بدا قف اما اللي بدا قول اي سوع رئيسي هنا حقدك اللي سوع رئيسي هاي هي الحالقة فمد الدين والدين دين الآن بالله قاله مد حيرة يسوي ويحيرة يسا والرواية كانوا حافظوا قنية وحنا بيقول عليه الصلاة والسلام لا أقول تحلق شعر ولكن تحلق دين ما أرنا يعني وتم يحيرة يسا هي الحالقة والنبي ويحيرة يسا أرنا ما يتم يحيرة يسا الدين تيحيرة يسا والنبي هذا يعني فتنه كشق يسوا ودائما دتك قفك صار علة هاي و دفعوا نسكح انتهين دين الآن باب هو بعض إيمان قابل رب بابا أيها تحلق الدين الدين تيحير دين تلوجرين على إيمان قابل إيمان قابل رب إبر نقني حدثنا سعيد بن سليمان بن نور قال حدثنا أبو شهاب عن ليث بكوري عن أبي فزارة عن يزيد بن أسد بكوري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي نبو ثلاث صدح ما لم يكن فيه قفكين أهان غفر له الله ما في ما سواه وعكسه هرولا صدح صفاته دون قفك أهان دون تكلا كسر هرتون له الله ما في لمن شاء إلهي منك ضروره ما في لكن صدح لا لو مد بدافع وصدح الله معه من مات لا يشرك بالله شيئا قفك أن مشرك بأهان قال نمو كل منهم قال لو مد بدافع دون تكلا دنوه أنا مشي هذا إلهي بكجرت لكن ودنوبته إلهي لي واندافع يهدان دون هاي إلهي وقال إن الله لا يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكن يغفر ويغفر دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء وحي كسو حري الهي وضافه يا نينكو ربوي نينكو رب ولم يكن ساحرا
يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه قفك يسا مسلم كارانك وصدح ذا صفة صدح ذا صفة قفك أنا هين إلهي ودنا قفك دنتو أصده مشرك أنا هين ولم يكن ساحرا ساحر لا هين يتبع السحرة سحرة الرعب تدكو سحراء سحرة عمل كواليب الراعي مرقاز دكا سحرة يا ولم يحقد على أخيه قفك ولم يسا مسلم كارانك حقد أو مدبن سوى قلبك وحقوها وحناك سنو مدبن إلهي وعود مدافع باب هذا باب إن سلام سلامتي يجزئ من الصرم سلامت وحي قيسا يعني وحي جوجينيسا يعني قوينت اللي بدأ قفة يسقينيين هدو من سلامه سلامان هجرة دي ماشي كبحيسا يقوينت يسقينيين حدثنا إسماعيل بن أبي هويس بن نور قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بن كعب المدحجي عن أبيه مكوري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للرجل قف حلال أمها أن يهجر مؤمنا إنه كهجر فوق ثلاثة أيام سدح برحبة فإذا مرت هذه مرت ثلاثة أيام فليلقيها لكم فليسلم عليها سلام فإن رد عليه سلام هدوك الرديو فقد اشترك في الأجر أجر كبير ولا سداء وإن لم يرد عليها دونك الردين فقد برئ المسلم متك وحسلامي وبرئ نقضي من الهجرة هجرة وكبح ذنبي وكبح كيف قالوا باقوها باب التفرقة بين الأحداث تتكد ذا يرير اللي يرغى أو اللي يرغى كالتغى دارت محنا عمل هينين وشقه هينين وميلس لجوه إنا اسكوك عام باك هينيس مرك حالي رأى وركا بغاق أرضه نقول بدل حق صدر وحق صدر هاي لي دارتك يار مرك إسلام بوليهين وميلك ويجوغان وهم ليس جبتا سال اسكوه هين يايو حدثنا مخلد بن مالك بن نورا قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه كان عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مدي راهدو أهل بنيه ويلشي سوحو ديجري إذا أصبحت مركاد وابريستان إذا مركاد وابريستان فتبددوا كالتغل مركاد وابو يدين بريو مقال لك لقال نيول بضنارتي شغل إيسا وعمل إيسا أكل هذا ولا تجتمعوها ككل من في دار واحدة هل قريء هو دجوبنا فإني أخاف عليكم وحن كغعب صنايا أن تقادعوا إنا تسقويسان أو يكون بينكم شر أما دباتي ذكر بها دعوة استقاشان لكن يا ونال لذو رقو رقو ونسلا دا شيء بضان وطوره وديو مبودي وده جوغان ومانتو نقول إنه لالان عيارتي عياري أما سوكو بعين أخو ما كنحلي ونقا حافي عاني مدالة ذكك الآذان ودك الله عيرك لسعلان باب من أشار على أخيه قف ولا الكيس المسلم كا وحوش يا قو إشارة وإلا لم يستشر أسبب يقولات شن هذوره محن سمايا إياه سانحسون كلهم خدال أركت وح ونافسن وش يا قو حاسي وحاس في عن سماء حدثنا معمر بن خالد بن نور قال حدثنا بكر عن ابن عجلان بكوريا أن وهب بن كيسان أخبره وحوش يا وكان وهب وحوا أدرك منها ليلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن ابن عمر راعي وهو أركي راعيا عبد الله بن عمر وهو أركي راعيا من راعية وغنما في مكان قبيح من أري إلى لنا يو راعي وأري إلى ليو مال أن في عينين إبر بو أري يكعل يكهيا ورأى مكانا أمثل منه مال كفي عن باجرته مالك مال شيء أمع وحب الله هين بو أري يكهيا وكعلني فقال له الحكير ويحك يا راعي والراعي كالراعي ويحك دبال لماذا ذا حولها ورماشا كبد الأرض كوريجيو ماشا وناسنجي فإني أنه سمعت رسول الله رسولك إلهي ما المغلى صلى الله عليه يقول حال لي كل راع مسؤول عن رعيته راعي كل ولو يدين دون الرعيتي سهدوه مدى قال لي سوى ناسن موسمى يسفى عم أمى مولاي قف كسو مسؤول ولو يدين دون حولها أنا أحد ولو يدين يا إمال في عنجي ماشي دا قال اي ماشي وانا سنجي مركه قفكي هادات ارتي يوم كلته سنين وحا في عن ودي شيري او مسلم قال باب من كريها امثال السوء
تصالها حن قفكي كهذي وين يعني تصالها حن يعني وين أسك إلى لس وين المثل حن نقطة تلمان حن وحن إن تلمان النقطة. حدثنا أبو نعيم بن نور قال في حدثنا سفيان عن أيوب بكوري عن عكرمة عن ابن عباس بكوري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يقول ليس لنا أن ومسقنا له مثل السوق تلمان حن ومسقنا له هذا المسلمين تنا تلمان تحن وحفي عما مثل كحن العائد في هبته العائد في هبته وحي بحي غفي كل عبتي كالكلب أيد لم يرجع في قيئه متجس كله تاد وح بحسي أو قف وحسي سهاتات كعشته فعلمت هاي أي أنتم ما تجلس يدور عنا هذانا يدور عنا ومثال حنا وكويح أب بحسي وإن أكون نقطنا دوا حرام قف مكلف كهذا مر وحلبه ويلا دوا حوان بحيي أو قف كنا كأقبله دين نو دوا تحرام وكما نقدر هذا تكون نقطة أي ما تجلس يدور عنا بات حرام بدرع وحي بأخك عشان كرت مجلس إلا من أولادك علمها أيضا نفتي هذا والغف يعينها كعشته لكن واحد كلية عشان كرت والدك وما إلمي يسوي حسية كعلك كعشان كرت لكن متك على واحد كلا هذا بحسو قفصي يسو حرام ويما عشان كرت قفك مغلف تصرف لمرك ورع إنك ما قص بين وحي أب بحسو واساو بحس صار نغنس ملكي قال وكبح باب ما ذكر من في المكر والخديعة مكر يا خديعة خيانة يا دقرت. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال فحدثنا أبو الأسباط الحارثي واسمه بشر بن الرافع قال رجل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن قفك مؤمنك غر كريم المؤمن قفك مؤمنك غر وي والله دقيا قفك مؤمنك والله دقيا غر معناه وحوه وسكد ولا بدء خيا ولور ديا أو خيانة يبالي ولا دقيا كريم وقف سكوا ناس مؤمن وقف مؤمن وناسية مركب الغر في كلام العربي الذي لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره غر وحاله إذا كلامك عرب السلاح عرب الحلوية قانا الذي لا غائلة من حقد لماها من أورك وحقها ينيمها من عقدة قبماها وأسلوسك أور حاريها وغر ولا باطن له يخالف ظاهره باطن كيسا يظاهر كيسا يسبر خلاف سنو عقلوك وحكمه هستو قفك مؤمن كواسك نظيف القلب يو والله خياني مركز وانا كريم وناكسن وي مركز حسن ذنك سن يدي سا وناكسن في عنان توقف لاركو إنو في عين يا أم لين يا أم لو خياني لو خياني والفاجر فاجر كنا خب لئيم قفك فاجر كأنا ويعني خب وي مرحبا لئيم وحن الخب الخداع الصاعي بين الناس بالفساد يعني خب وحل إذا قفك مفسد كإيه فساد كبدا فساد كصاحب وقف يعني وح فسادية يدفك أحد هذا أمبلاي يعني يفيدنا كهوريه لئيم حنو خلاف الكريم ويهو لئيم هذه ليلة معنيه سأصل كان وذا البخيل المهان وي وقف بخيله هذا المهان أو ذو إهانة وحنو فاجر كنا سأصل لغا باب السباب عيدي حدثنا محمد بن أمية نور رمي قال في حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان بكوري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استب الرجلان لبن نبا اسعاي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبن كده ولا لبن نبا ثم جزء كده قال افضي على سياسه الاسعاي فصب احدهما مبا مبا عيتوي عيتوي نبا والاخر ساكت كيف لو سامع سي واشب كيف ما عيتوي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس النبي مستفر يعني شبه لغيه مدبع عيثمه عيب وضلغله ووضي ثم رد عليه الآخر كيف لا إسهين وآي مرقاس أجوال فنهد النبي صلى الله عليه وسلم من كيف لا مرقو أجوابي ويسكي استاذي مكانه
وكا فقيل وحا لو يري النبي صلى الله عليه وسلم هلت واحد كعد رسول الله انت نكا هرون دن عيتم ماذا كعينه مركو نكا هدلي بات كعد قال وحي النبي نهدت الملائكه ملائكتي با كعد فنهلت معه اني انا وان راعي ملائكتي انا راعي ان هذا مدكم ما كان ساكتا انت امصنا ردت الملائكه على الذي سبه مدك عيتم ملائكته وجوابس ملائكته وجوابس ونكا حقي سكت جوابس فلما رد مركو ردي جوابه نهضت الملائكه ملائكته وسكت تمشي مرته شيطان ما سوى قال ما تمشي لوغه تغيا انا مركو انك تغيا ابو نبي عليه السلام مرك حدين لو عايو الملائكه وجوابي سقفك عيتم اي ادو اسك ام ساسا كو فلي بدن ساسا كو فلي بدن لكن هذا ترى محانو امسي ابي يو ابو في عينه ما انت يري لبدت بنولنيا ما ام في عينه تاس حدثنا هشام بن عمار بن نور قال حدثنا رديح بن عدي قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبلة عن ام الدرداء بكوري ان الرجل نبا اتاها ام الدرداء قبل الاورنج ابو الدرداء حاسكيس فقال وحيري نبا ويبدو فقال وحيري ان الرجل نبا نال منك وحكاشي عند عبد الملك عبد الملك بقر امير المؤمنين مسلمين تاها أكتي ساني وحكاليش ومدردء وأساس زيتاء وأساس زيتاء وأسلام حنب أساس كلها فقال ضوحي تري إنه أبنى هدي نلغو الشيغو أو نلغو الشيغو بما ليس فينا وحن أهين با نلغو الشيغو حمان تاسيتاء قفزا سيتاء هدي نلغو الشيغو وحن أهين فضال ما زكينا بما ليس فينا وحنا درجة أنا جارين يصفى أنا لا إنتي نلقو أمانة يا بدنا وح بدنا بقى ونا نلقو شيء جاي ونلقو أمانة يه وحنا هاي نادين نلقو شيء جاي فنا كده ما يصير سيد وحروها شيء جاي هذا ده هذا دين لقو أمان وحلاقة يا بعد النفط قف كي مركل أمان أمان ده وكفر حياة هدي وحلاقة شيء جاي وكحمانة لكن أمان ده لقو أمانة يه صفات كل لقو شيء جاي هذا لا هاي وادي بقو لو أمانة واجعشة لكن ما في عناه حدي اللي وحلاقاش يقول وحال أهين اللي وقوش يقول محي كابلي وحاسويا اللي قلي منتي صفات كار وحال شيء جاي ودني إلهي أدي زك متي ما بلي صفات كاس حبا كادي ما يسال كده حكادي ماي سقوم بعد ما قال قفله حدثنا هشام بن عباد بن نور قال حدثنا ابراهيم بن حميد الروائسي عن اسماعيل بكوري عن قيس قال قال عبد الله رضي الله عنه اذا قال الرجل لصاحبه هدو يرا من هدو لصاحب كيس يرا انت عدوي عدو بيجي باته فقد خرج احدهما من الاسلام متكوت با اسلام نبي كبحه او بريء من صاحبه أو بريء من صاحبه أما صاحب جيزة إسلام من قبحة أو متكوت معنى هو حوية بهدوء علو إلهي يرهوني يهين دواب علو إلهي نقاس علو إلهي قبقى دقال كما ليك العدو الله وفي مؤمن أما ليك العدو الله هدونا أهين كلمة أسايا كسر نقاني هي يريبا كسر نقاني أسايا عدو الله نقاني قال قيس حرفة أخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إنه إلا من تاب قفكي توبت كينا مو إسلامي يقول كبه حياء إلا من تاب قفكي توبت كينا مو يعني باب السقي الماء بيء الله ورابي ذاتك حدثنا مسدد بن نور قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليس عن طاووس بكوري عن ابن عباس رضي الله عنه أذنه عن ملينا رفعه حديث كأنه قرية لي بلا ابن عباس شك ليس با شكيه حرفعه نبي وكريره ويرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن آدم كفيجي سوحها هاته 60 و300 سلامة صدح بقول يلحدا حبنوت سلامة وحبن وي سلامة صدح بقول يلحدا حبنوت وبن آدم بولية أو عظم صدح بقول يلحدا لف بولية أو مفصل أما صدح بقول يلحدا مفصل لا ككل بحامه حبناه راح ابنهم اسكو معنا على كل واحد منها
مد كست أو حمنها كم ذا في كل يوم يوم كل أركب صدقة صدقة هانس سوي حمرك واجب بريو حمن كست أو حمنها كم ذا صدقة لغوية لنيا مالن كست واحد لجارب صدق بقول إيه اللحدا صدقة يا لغوية لنيا كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة كلمة كستو ونفسني قف أكوه دلو وصدقة وصدقة السلام عليكم كيف حالكم كلمين كونفسن لا إله إلا الله كلمين كونفسن وصدقة وعون الرجل إنك كالمدي سأخاه ولا الكيس وعلى شيء أكالمي صدقة صدقة قف قفك الأكالمي كالمدي سأكالمين سوى صدقة وشربة من الماء عبيد ير شربة يعني وحير وعبتان ومن الماء بياء يسقيها وقفك ورابنا يقفك كلا صدقة وإمادة الأذى عن الطريق وضد اللجزول دبك أول الزول إمادة الأذى دبك أول القاضي عن الطريق وضد اللجليحية صدقة صدقة وحلا وحدتك دبي وح مرة دبي أنا وضد كقاضي وصدقة باب المستبان ما قال فعلى الأول الإثم يعني إثم البدء وين لماذا إسعاي سي من والبوح إلى لا قريا لكن كيب باللعبي باللو بقدم بقى باللعبي بالدارات بولي إلا متك كلا إنو زيادة لا إمادة بويا كيب دلها دو زيادة دم بقى زيادة أساس كلا حدثنا إبراهيم بن موسى بن نور من غالب أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حوري أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستباني لبدي إسعاية سما قال وحي إلى داوي فعلى البادي كي بلاوي أيا دل بقى إسكاله هدو قفك أن هدو مثل كلا هدو جوابي وحي إلى داوي جوابي وحي إلى داوي جوابي كان كلا إزدفاعي أسو دم بمالي وحي ليرى أم كلي هدو إلى كي هراء دم بقى إسكاله بالله أسقع بلاوي ما لم يعتد المظلوم ومثل مظلوم كهدون حد قد منه وحي ويري وسلب الله بكي الأصدين أعزوني زيادة عبد الله إيمان حدثنا وحن ورمي أحمد بن عيسى قال ابن حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب كوري عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان لبدي إسعاي سيما قال وحي راذانوي فعلى البادي فالإثم على البادي متك بالعبي بادن بقاله حتى يعتدي المظلوم كي مظلوم كي اللي ظلميه إلا أحد بدبوه الزيادة أليما اعتدوه وزيادة دي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحكلوه يري أتدرون ما العضه عضه وحل إلى مقرن إسان أتدرون ما العضه قالوا وحي راذان الله ورسوله أعلم إلهي رسول كيسا قرن إسان قال وحي النبي نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم عضه وحل إلى ذا وحقد جي حماتد ويددك قلب قلوبته ولو حلي سوق ليه نقل الحديث هذا الكي الله قاده وهي من بعض الناس تدك قاركين لقى قاده إلى بعض تدك قفك كاللوجي ليفسدوا بينهم إنه دحضر في النكر لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي إن الله إلهي عز وجل أوحى إلي إلهي وحي وحيودي أن تواضعوا إنا تواضع دان قبل أركين هنا كبرين والخوص سنك تانوا تواضع دان ولا يبغي بعضكم على بعض قفنا قفك بركين بركك لإنه هنا كحد بدبين هنا ظلمني باب المستبان لمدي إسعاي سي شيطانان والله شيطان يتهاتران ومركز هذا الحمام تأسكو الطورة إسعاي عيتم ويتكاذبان بين سوشيغي يعني لقوة بإسكو الطورة حدثنا عمر بن مرزوق قال أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن عياد بن حمار رضي الله عنه قال قلت عن يا رسول الله الرجل يصبني نبا حاي يسيلا أنا قلت معايا مجوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان لبدي إسعايسي شيطانان لما شيطان وي يتهاتراني ويتكادلاني يتهاتراني يعني يتقابحاني في القول
waxay isla qaabilayaan isku tuurayaan laba yaani hadal xun oo qabiixa isdawmas isweydaarsanaya midba midka kale baadil biyo iyo saaxiibkii ku xukumaya alhatru albaadilu weye wasiqdu min alkalaam iyo hadalka xun oo la qogahalay حدثنا احمد بن نور قال حدثنا ابي قال حدثني ابراهيم عن حجاج بن عن حجاج بن الحجاج عن قتاده كوري عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله الهي اوحى الي وحيودي ان تواضعوا ان تواضع الان حتى لا يبقى احد حتى لا يبقى احد على احد او لا يبغي احد على احد 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 كلا انه كل حد بالدنيا أو نضل منه ولا يفقر أحد على أحد أحد أعدك لأنه أفان يتواضع لا لدوني يا قفل أركين وهو سنك لا لدوني يا سون قفل قفل أو أفان فقلت حني يا رسول الله أرأيت بل إيش لو أن الرجل صبني قف هدو إعاي في ملأ جماعة بحدود بو إعاي هو أنقص مني نكا إعاي دفت بحدود بو إعاي ومن أنه يلي توي ويلي تابو فرددت عليه من وأردي وأجوابه هل علي في ذلك جناح دب ما يرسو قاريا قال وحي النبي المصطباني لبدي إسعايس الشيطاناني لرى الشيطان ويتهاجر يتهاتراني ويتكاذباني والله الشيطان وهذا الحن وقبيحة إسدو مرسني إسو إدار سنيو وإسكو بين حكمني بادل إسكو حكمني إسكو شيغي ويده هذا هدو اللي توحنوا إياهي إن أغلمت النقطة وإن أسكى إلى لس قف أدو في عيني هنا عرب قف أدو في حماية دو قف ونفسيها يون ونفسيها أدوبيدنا أدو القاضي دو أبو في عنابة دمانت وحبا كل عيدة أدو القاضي هدو واحد اللي تهانا نفتا باب الربا إن أسكى إلى لس وترى ما كان لعي تمايا ما كان يستاقيا ما إن أترى وكتا ألا دوني قال عياض وحل وكنت حربا للرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي الحديث قال لقد ورنا يوحل عياض بن حمار ويه نقول أيان لدك على سنابور فهديت إليه وعنسو هديه نبي قبل ناقة هلبا نسو هديه نفقيل أسو هديه قبل أن أسلم إن دان إسلام فلم يقبلها نبي كما قال وقال وحل نبي إني أكره زبد المشركين أنا قال هديه ذو ذو مجعل ما قال لي أني وقال هشارع هيسو مشركين ده هدية ده مرة وانا وان قواني ده يعني هدية لك ما قادن كر لو مجي ده قف انقاره ده يعني ده نبدأ على ده يعني سنة قف قاره يعني ده ده سوى انتون سوى ده ده ويسير كلا ده بطنا ده بطن بوها صمع تاسو النبي ودي ده مليان ده يعني بقرر واجر هو عن اسلام هنا وحسو هدية نبو كقاتل ده قف قالك ده يعني معاملة ده نحمر كرتايا وهدية ده وكال قادن يسا حد ومالك وحاران دين دين الإسلام أنكو أقبل أنكو بنانين بارك قادمين باب سباب المسلم الفسوق قفك مسلم كعيدي سوى فاسق نمو حدثنا إبراهيم بن موسى بن نور قال أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن زكريا أبو كوري عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق قفك مسلم كعيدي سوى فاسق نمو حدثنا محمد بن سنان بن نور قال حدثنا فليح بن سليمان قال فري حدثنا هلال بن علي عن انس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي ما هين فاحشا ما هين من هذا الحرمه هين قول لقوي هذا الحكمان الفحش كل كلام وفعل قبيح بالينا هذا الكحون بالينا ولا لعانا ما هين مدتك لعنظه ولا صبابا ما هين مدتك عايه كان يقول حرجر عند المعتبة مكوقف عناني قفبا وحسمي وقل يا أبوار مكوق عناني ما له تربة جمينه ما له ورمحور ربا محور ليه تربة جمينه جمينه لنعي سوى لنعي سوى عرب يعني اللسق بالتراب ولحقه الهون يعني هد اللوبة بحاقود عاي مركا وكلمة عربت استعماشه لكن أن لو لجيد حقيقة هذا أن لو لجيد يعني ويلك إيه طريبة يداك إيه طريبة يداك قعنت هذا هفا غيرته حقيقة هانت هذا مركي لفسره
قعنت الله عرض عضوه يعني إبر ركه كل عضوه هفقيرته ينقرزه لكن هو هبار ما كانوا لكن لو نمجد وواحد يسكت استعماله عرفت يسكت استعماله مركا كلمة ساسها جرؤ معنى مركا حقيقته معنى دعاء بينقرزه دعاء عليه هبار بيوجين لكن حقيقته لو نمجد ورقاء بيلم تقاء ورقاء قال وادم يا موسى والق محله هبارنا لو مجيء ودم الله ذم الله معنى الله يمجيء ذا قال يوين والي لكن ورق إيه نوالي ما قال مرحبا حدثنا سليمان بن حرب قال فري حدثنا شعبة عن زبيد قال فري سمعت أبا وائل بن مغلق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق قفض المسلم كعيديس وفاسق نمو وقتاله كفر هذا دقال كيسون وقال نمو قفض المسلم ما هو بناني الله دقال انت هذا دقال يعني كفر معنى هذا وامحي قتاله كفر قال الحافظ ابن حجر ابن حجر باوحو ليه هاي العسقلاني ظاهره غير مراد وقفت عطاد بالله درتوا قالوا دين تبقى بحذي معنى ظاهر كيسا سويك تموت عطاد بالله درتوا قف مسلم قتاله وكفره وقال نمو مالك ظاهر كيسا لو مجيده لكن لما كان القتال ودقال كمركو النقضي أشد من السباب ده عيده وكسي دريه ودقال كاكدر انزوما لأنه مفضي إلى إزاق الروح إنه نفط بحذو قارسين إياه يا عبر عنه بلفظ أشد من الفسق وهو الكفر وحفاظ أن ماذا كسي لفظ كسي أذقنا وقال لهم وكفر ولم يرى حقيقة الكفر الومجد التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير يعني أدبا لو قد يا قفك معتمدا على ما تقرر على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة وعلى الوشيغ يا كلمة لكن يعني دينتي وكبحة يا لما قال قف دينتي كبحة عمل بنقونا يا محايلة قف مسلمة هدو الله دقاء لما دبك وقوه بكل عيوه أو أطلق عليه الكفر قال لما الوشيغ واللي شبهي به اللي شبهي به ده قال لما شبهايو هذا القف مسلمة الله دقاء شو إنا يدشئهم با ده دقاء المحايلة نوكين كرا إنا يدشئهم لأن قتال المؤمن من شأن الكفار قف مسلم مؤمن الله الله دقاء لما وقال بشأن كيدهم حدثنا معمر بن نور قال حدثنا عبد الوارث عن حسين بكوري عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل قفي مدن رجلا بالفسوق فاسق نمو ولا يرميه بالكفر قال ما كمتور قف قفك لكمتور فاسق نمو يا فاسق مير هذا أما بالكفر قال لما قمتور يا كافر إلا ارتد عليه أسيه كسو النغنسة قفك هذا الكي يريبه كسو الله نسا إن لم يكن صاحبه كذلك قفك وهذا الكي كله يهدون سيدة أهين هدود سيدة إياها حقيقة إياها ندوه إياها لكن هدون أهين كلمة أسيه كسو النغن وبسند عن أبي ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى لغير أبيه أبيه آباء أهين قفك أنس بشيكته وهو يعلم أسقو أك أنا أقول إما طالب بولي نكا نكا سعيد علي نكا لكو أبتر سنة فقد كفره كفري ومن ادعى قوما قوم قفكي شاكت ليس هو منهم أيغانا كمد معها أنا أقول ريه بالبانا هاي بولي قولا دو ديكو إنكرا وديدي قولا كالو شاكت لي أنا ريه بالبانا فليتبوأ مقعده من النار نار تماشو كفر يسن لها هاد يارسلو ومن دعا رجلا بالكفر قف نك اوغييرو قف اوغييرو بالكفر قال يا كافر او قال يرا عدو الله وليس كذلك سيدو شيغينا ما الا حارب عليه كلمه اسي كسو لابنيس حدثنا عمر بن نور عمر بن نور قال في حدثنا ابي قال في حدثنا الاعمش قال في حدثني عدي بن ثابت قال في سمعت سليمان بن سرط رجلا وهي من اصحاب النبي كما صلى الله عليه وسلم قال وحيد استبر الرجلان لبن بايس عاي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقدب احدهما متكود بعرضه فاشتد قلبه ادب وحناق عردي سبادرات حتى انتفق وجهه وتغير قفقي
حديده ذو نبا كعي وجهي سد ما با اسبدله وغدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني انا لا اعلم وحن اوغاهي كلمه كلمه لو قالها هدو اورن لها لذهب عنه الذي يجد وحن كهريه وكك وكبخلاه. فانطلق اليه الرجل فاخبره نينكي نبي كم مقلي هبلك اي يعني يا قاري ونينكي بو اوتغي نينكي بو اوتغي ماركاسو اوشيغي بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وحير وحكولي نبي وحكولي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا وحق النبي كلمه وكدا وولي نقط دور وكدا وبلها وإن روحنا ساقو بيو سيك عين يا شيطان كي موتا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دير وقبو بلا انا شيطان في النظر سيك عين يا قبو نصيح ورم روات بلا يقصي دعاء مركا نكي هو تو وحولي يا رسول قصاص وكولي عليه الصلاه والسلام الهي كم من قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال وحو يري أترى بي بأسا وحد بعد وعرفتا أما جنون أنا ما والنا اذهب ارتك هذا سكوين مركي لور إلهي شيطان كم إلهي كم مغنقل شيطان أعوذ بالله من الشيطان ده يري ما والنا هذا تقول في وفو دو حناقه ودو ترى أعوذ بالله من الشيطان شيطان كتير تاترى شيطان مسار نوكلي وكل تقالوا يا مرحب. حدثنا خلاد بن يحيى بن نور قال حدثنا سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن عمر بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال ما من مسلمين لو مسلم مجرته الا بينهما نحدود وحانا من الله اله حق عز وجل ستر الاستر. فاذا قال ذو يد احدهما مثل لصاحبه كلمه هجر كلمه حن او هجر معنى حن لقوا ذو يد فقد خرق ستر الله صدرك إلهي يجاحك. وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما مثل ما كفرنا لبقف أو مسلم دار صدر إلهي ب يا لحدو ذا هذا حدو مد كلمة من وقفك كلا قدوره وقف أسترك صدرك إلهي في يدي بولم يعني قفك وما لو قطعه حدو يا كافر كوي رأينا دم مثل ما باب إسلام دم ذكر بحاجة حدو رؤيا وساس يا هنا ذكاس الله حدو سنهينا كلمة أسيك سنغنس marka waa khatar wey qofka hadalku oranayo inuu fiiriyaa la doonayo qofkana hadal wanaagsan inuu ku yiraahdo al rawaa sallallahu alayhi wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.